نعم، تكلمنا على هذا وأرجعنا الكلام على الفقرة الأخيرة، وألا يعبد الله إلا بما شرع. من حكمة الله عز وجل لما خلق الجن والإنس لعبادته بين لهم كيف يعبدوه، والله عز وجل لا يمكن أن يترك الناس سدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولا يعدهم ولا يتوعدهم ولا يبين لهم كيف يتقربوا إليه، ولا يبين لهم ما الذي يرضيه وما الذي يسخطه وما الذي يقبل منهم وما الذي لا يقبل منهم. لا يمكن هذا، هذا لو فات أحد الناس لعاب عليه الناس. يعني لو أن الشخص ما وظف موظفا صغيرا في أي مكان في أي مصلحة، أما كان الواجب أن يملي عليه افعل كذا وافتح الساعة فلانية وسكر الساعة فلانية وبيع بالمبلغ فلاني، صح ولا لا؟ ما يصير يوظف الموظف ولا يملي عليه. فإذا كان هذا لو وظفه ولم يملي عليه لعاب عليه الناس، كيف أنت ما علمت ما المطلوب منه؟ ماذا أعمل؟ أيعقل أن يخلق الله جل وعلا الجن والإنس بهذه الأعداد التي لا يحصي إلا هو جل وعلا وحده ولا شريك له، دون أن يشرع لهم، دون أن يعلمهم، دون أن يخبرهم كيف يعبدوا؟ خلقهم لعبادته، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكان من رحمة الله ومن حكمته جل وعلا أنه جل وعلا يعلمهم ويأمرهم وينهاهم. فلذلك اصطفى رسلا، اصطفى رسلا يعني اختار رسلا، وأوحى إليهم يعني علمهم، وأمر الناس بطاعتهم، فما تركوا شيء يقربه الله عز وجل إلا وبينوه، ولا شيء يباعده من الله عز وجل إلا بينوه ليجتنبوه. فلذا قال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وفي الآية الأخرى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. فالله عز وجل إنما أرسل رسوله ليطاع بإذن الله، فقال جل وعلا وأن تطيعوا تهتدوا، وقال وما أتاكم الرسول فأخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال جل وعلا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة أو يصيبوا عذاب أليم، وقال جل وعلا من يطع الرسول فقد طاع الله، وقال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة، وقال ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالواجب أن يطاع الرسول صلى الله عليه وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى، فجعله الله أسوة في العبادات في المعتقدات في الأخلاق في المعاملات يقتدى به صلاة ربه السلام عليه. فلذلك قال في الحديث الصحيح المشهور اللي عند البخاري قال إيش صلوا كما رأيتموني وصلي، وقال في الحديث المشهور أيضا في صحيح مسلم خذوا عني مناسككم، وقالك أيضا في الحديث الصحيحين المشهور قال قال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث المشهور رواه البخاري مسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال في صحيح مسلم وعلقه البخاري من حديث عائشة ماذا من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود. فمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة هذا شرط لصحتها، لا يقبل الله عز وجل من عباده عبادة ما لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أذن الله عز وجل. قال جل وعلا فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا بهواك لا بذوقك لا بما يقول الناس، وإنما تجتهد أن تعبد الله عز وجل على سنة رسول الله. وبهذا فسر قول الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا أي على السنة، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي أن يكون خالصا في عمل الله عز وجل. وبهذا أيضا فسر قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسنه أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه، فلا بد أن يكون العمل خالصا لوجه الله تعالى صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يعني زيادة التفصيل أن يعبد الله، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله إلا بما شرع. طيب لو أن شخصا ما عبد الله بغير ما شرع، عبادته حرام هذه وباطلة، وماذا تسمى؟ بدعة، والبدعة إيش؟ رد، شر
شر الأمور. فإذا قيل ماذا؟ قيل الأصل في العبادات التحريم، حرام تعبد الله إلا بعبادة مشروعة. تصور، حرام تعبد الله إلا بعبادة مشروعة. فمن تعبد الله بعبادة غير مشروعة حرام عليه هذا، وهذا مرد، بل هذا نوع من الشرك. إذا قيل البدعة هو إيش؟ قرينة الشرك. قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. من قالك أن تفعل هذا؟ من قالك الشرع هذا؟ التشريع حق الله عز وجل، يشرع لعباده بما يقربهم إليه. فلو كانت هذه عبادة مشروعة يحبها الله عز وجل لا شرعها لعبادة، ما الذي يمنعه من ذلك؟ لا مانع من ذلك. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هنا أريد أن أبدأ التنبيه، يعني الله عز وجل يوفقنا وإياكم الجميع، من أراد أن يكون طالب علم أو معلم فليعتني بالاستدلال بالقرآن، هو أعظم شيء يا أخوان. احفظ من الآيات التي تسعفك في أي موضوع تستطيع، تكثر من الآيات أكثر. ليه؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل إنما جعله هداية ونورا وشفاء. وذكر بالقرآن من يخافه وعيد، ها؟ فلا تطع الكافر وجاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا. القرآن، ترى في ناس ممكن يخطب خطبة جمعة كاملة ما فيها آية واحدة في القرآن، أو يقرر مسألة في الشرع ما يأتي بالقرآن، هذا خطأ، خطأ كبير، تقصير كبير. ائت بالقرآن واحفظ من القرآن ما يسعفك، وكيف تجمع الآيات، وكيف تأتي في موضوع واحد وتتكلم بهذا، أمر في غاية الأهمية لمن أراد أن يدعو إلى الله، لمن أراد أن يعلم، لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يعظ، لمن أراد أن يشرح، أن يدرس. عليك بالقرآن، هو الأصل الأول، الأصل الأصيل، كلام الله عز وجل. طيب الآن نعود، يقول: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذن حرام أن تعبد الله إلا بما شرع الله عز وجل، بما أرسل به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. العبادة، العبادة لابد أن توافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بالكم والكيف، بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. ها، سهل لكم، كم كيف، مكان زمان، جنس سبب. ها، كم كيف مكان زمان جنس سبب. كل ما سهلت العلم بعبارة سهلة حتى الواحد يقدر يحفظها. ها، كم وكيف مكان زمان جنس وسبب. الكم في عبادات تشرع بعدد معين، لا يقبل الله عز وجل العبادة إلا بهذا العدد، لو تعمدت زدت فيها أو نقصت منها ما قبلت. كعدد ركعات الصلاة، الظهر 4 ركعات في الحضر، 2 ركعات في السفر، لو زدت 5 صليت 5 ركعات بطلت صلاتك، لو تعمدت صليت 3 ركعات بطلت صلاتك، ما تقبل إلا أن تكون 4. عدد الطواف البيت كم تطوف؟ كم؟ 7 أشواط، ما تطوف أكثر ولا أقل. يجوز أن تطوف 14 حساس أنه طوافين وتصلي ركعتين وركعتين. أما الطواف الواحد تجعله 8 أشواط لا يصح، تتعمد 6 أشواط لا يصح. ما الذي يصح؟ أن تلتزم بالعدد المشروع، أن تلتزم بالعدد المشروع. في كل ركعة ركوع وسجدتان، لو جعلت في الركعة الواحدة ركوعين وسجدة واحدة، إيش حكم صلاتك؟ باطل. لازم تركع ركوعا واحدا في الركعة وتسجد سجدتين، لابد أن تأتي بالعدد المشروع. واضح؟ هناك عبادات ربنا جل وعلا يأذن أن تزيد فيها، مثل الذكر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كرر، ما في مشكلة، لكن ما تقول إيش أكرر السجود، أجعل في كل ركعة 10 سجدات، لا، لو 3 سجدات بطلت صلاتك. لابد أن تلتزم بالعدد، هذا اسمه إيش؟ الكم. الكيف يعني الصفة، وهذا مر مع الحديث إيش قال فيه عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد أن تأتي بالصفة النبوية. فمثلا في كل ركعة ركوع ثم سجدتين، صح؟ لو أن شخصا ما قدم السجدتين ثم الركوع،
قرأ الفاتحة، هو للسجود، سجد، بعدين رفع، بعدين ركع، بعدين دخل بالركعة اللي بعدها. أما حكم صلاته؟ بطل الصلاة. لو طاف جعل البيت عن يمينه مش عن يساره وأخذ يطوف، ها بطل طوافه. لو توضأ فبدأ بغسل رجلين قبل أن يغسل بقية الأعضاء، وغسل رجلين آخر الأعضاء، بطل وضوءه. لا بد من الصفة، أن تلتزم صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعت لذلك سبيلا. فمن خالف الصفة متعمدا بطلت صلاته. قد لا تبطل الصلاة، ينقص الأجر إذا كان من ترك خالف في مستحبات ونحوها، لكن أن تأتي بأركان الصلاة على غير صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل. فلا بد حينئذ أن تكون العبادة مقبولة، أن تكون موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم بالصفة، بالكيف، بالكيفية. واضح هذا الكم الكيف. الزمان في عبادات كثيرة شرعت بأزمنة معينة، فالصلاة الخمس فجر ظهر عصر مغرب عشاء، كل واحدة سميت على إيش؟ على وقتها. فصلاة الفجر تصلى الفجر، وصلاة الظهر تصلى ظهرا، وصلاة العصر تصلى العصر، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا صار العتمة دخل وقت العشاء. فلو أن شخصا ما أحدث وقتا من تلقاء نفسه، جعل صلاة الفجر الضحى، وجعل صلاة المغرب مع آخر العشاء متعمدا بلا سبب، وقدم مؤخر في الأوقات، أو صام النهار بدل صام الليل بدل النهار، بدل لا يمسك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، قال إيش؟ سأمسك من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أو حج في غير ذي الحجة، وقف بعرفة غير يوم عرفة، غير يوم التاسع من ذي الحجة، بطل حجه. لا بد أن تأتي بالزمان الذي شرعه الشرع. المكان لا يوجد على وجه الأرض مكان يطاف به سبعة أشواط إلا الكعبة، ولا يوجد في الدنيا كلها جبلان يسعى بينهما إلا الصفا والمروة، ولا تصلى الجمع إلا في الجوامع، ولا يصح الوقوف إلا بعرفة، ولا المبيت إلا بمزدلفة. الخلاصة أن العبادة إذا شرعت في مكان لابد أن يؤتى بيش بها في المكان المشروع. إذن هنا عرفنا إيش أخوان؟ كم والكيف؟ إيش معنى الكيف؟ يعني الصفة، الزمان، المكان، صح؟ العدد، الصفة، كم، كيف، زمان، مثل الحج وأشهر معلومات، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وللناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ولو تعمد واحد كان والله عندي سفرة في رمضان القادم أبى أصوم شعبان أسبق، ها يصح صومه؟ ما يصح. أو تدري شلون؟ أنا عندي شغل في النهار خلي أصوم الليل بدل النهار، ما صح. لابد أن تدي بالزمن المشروع طيب، والمكان المشروع. بقي الجنس والسبب. إذا شرعت العبادة من جنس معين فلا بد أن تأتي بها بالجنس الذي شرعت منه. أحسن مثال الأضحية، شرعت إيش؟ من بهيمة الأنعام، الإبل، البقر، الغنم. والغنم هذا اسم جنس يشمل ماذا؟ الماعز والضأن والذكر والأنثى، كل اسمه إيش؟ اسمه غنم. الجاموس من جنس البقر، يمشي الحال أن تضحي بجاموسة. طيب، إذن الأضحية من بهيمة الأنعام، لو ضحى أحد مثلا بأرانب أو سمك أو غزلان أو حمام أو دجاج أو بط أو ديكرومي، ها هل يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن شرعت من جنس معين، لابد أن تأتي بالجنس المشروع منه. طيب، لو أن شخصا ما أراد أن يخرج زكاة الفطر لابد أن يخرجها من طعام. لماذا؟ أن شرعت من طعام، صاع من بر، من تمر، من شعير، إذا كان يؤكل الشعير في بلد ما أو في زمن ما، من الرز لأنه أيضا طعام، من إقط،
لكنه أن يخرج مالا كشيخنا أبو يوسف عبد الرحمن الصامت رحمة الله عليه يقول لو أخرجها صاع من ذهب ما قبلت. شوف شيء يدعو للتمسك بالسنة، قال لو صاع من ذهب، شرعت ايه؟ صاع من طعام، من طعام. فإذا شرعت من طعام كالكفارة أيضا فلا بد أن تأتي بماذا؟ بما بالجنس الذي ايش شرعت منه. بقي أخيرا نقول السبب، قد يكون العبادة سبب. مثلا إذا اشتدت الريح تقوم تصلي ركعتين، في كل ركعة ركوعان وسجدتان، صح؟ لا، إذا ماذا تفعل إذا اشتدت الريح؟ تقول الدعاء المأسور، اللهم نسألك خير هذه الريح وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شر هذه الريح ومن شر ما أرسلت به. لكن لو كسفت الشمس أو كسف القمر تقوم تصلي صلاة الكسوف. واضح؟ لماذا؟ لأن هكذا سببها، هذه سببها كسوف الشمس كسوف القمر، في صلاة مشروعة تسمى صلاة الكسوف بصفتها. واضح؟ هذه مثلا الريح لها سبب يقال دعاء الفلاني. طيب إذا تثاءب أحدكم ماذا يفعل؟ يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا السبب إذا ورد قال فليرده ما استطاع، ما قال فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انتبهتم؟ فبعض الناس إذا تثاءب قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول التثاؤب من الشيطان. طيب الذي قال التثاؤب من الشيطان ما كملها لنا وقال إيش؟ فإذا تثاءب أحدكم فليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح ولا؟ كان كملها. هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ؟ لا، كلا. مثلا لما رأى الرجل غضبان قال إني أعلم كلمات لو قالها ذهب عنه ذلك، ما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عند الغضب تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عند التثاؤب ما تقول. انتبهتم؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أرشدنا لذلك، وقد أتم الدين، أكمل الله به الدين. هكذا أنت يا عبد الله يا مسلم إذا كان للعبادة سبب أو الحدث له سبب فتفعله أو تقوله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نفعل ما فعل ونترك ما ترك. لو أن شخصا ما كلما خرج من الخلاء قال غفرانك، سنة هذه ولا بدعة؟ سنة، صح؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول غفرانك، يعني أسألك مغفرتك. لكن هذا واحد ما شاء الله مجتهد يريد زيادة أجر، فكان كلما إذا خرج من الخلاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويقول غفرانك. استقبال القبلة مشروع ورفع اليدين مشروع، لكن هذه سنة؟ لماذا؟ لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها. تفهمتم؟ فلا بد أن تأتي بالسبب المشروع الذي من أجله إيش تقوم وتفعل العبادة. طيب واحد سجل هدف في النهائي فيسجد، هل هذا مشروع؟ بعضهم ما يصلي بس إذا هدف يسجد، يترك الصلاة التي إيش هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، ها؟ ويسجد إيش إذا هدف هدفا. سدة الشكر تشرع إذا استجدت نعمة أو اندفعت نقمة، و تقليد للكفار، الكفار أول ما طلعوا إيش؟ إذا هدف هدفا صلب، تعرفوا شلون صلب؟ صلاة النصارى، ها؟ قام يسوي يضرب صليب على صدره وجبهته، هذا عاد ترجموه لأن كل شيء إسلامي يسوونه، إسلامي، ها؟ قال بدل لا هذا يصلب أنا إيش أسوي؟ أنا أسجد. هذا ما هو صحيح الفعل هذا. وسمعت بعضهم قال هذا الذي يفعله فلان إذا هدف كذا هذا أحسن من ألف خطيب، ما قال كم ينشر الإسلام بأهدافه، أيش الكلام؟ الخطبة شرعية نبوية وهذا حط قول، هذا قال ينشر الإسلام أحسن من ألف خطيب، كيف الكلام هذا؟ أيش الإسراف هذا؟ أتستدون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال من المسلمين؟ ادعو إلى سبيل ربك وذكر بالقرآن، خطيب يذكر الخطب في القرآن والسنة، تقول هذا اللي يهدف هدف ويسجد ينشر الإسلام أكثر، إيش الإسلام اللي راح يأتي من وراء هذا؟ ها؟ في بعض أولاد الكفار إذا هدف هدف سجد مثل اللاعب المشهور الفلاني اللي يسجد، ترى حتى أيضا في من المسلمين إذا هدف هدف راح صلب مثل اللاعب المشهور اللي صلب، ما استوعبت شيء. إحنا نريد إسلام حقيقي، اليوم الإسلام دخل فيه أشياء كثيرة جدا،
بعد عهد النبوة. تجد الإسلام اسم فلان أسلم من المشاهير، مصارع ولا ملاكم ولا لاعب ولا تعال على ما هو عليه، على اطمئنان مرحوم، لا صلاة لا ديانة، ما زال على ما هو عليه من جميع أخلاقه. قلت هذا أسلم، وين أسلم؟ ما هي شعائر الإسلام التي أقامها؟ الإسلام له شعائر، الإسلام له شعائر. البلد إذا ما كان فيه أذان يحق للمسلمين أن يغزوها أيام الغزو، يسمعون مع الفجر في أذان، لهذا في شعائر، ها؟ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في شيء اسمه صلاة وأذان وإقامة، في شيء اسمه حج عمرة، ها؟ أما يأتي واحد إسلام بلا إسلام، هذا مثل شاي الوزة ما بيوزة، ها؟ شاي الوزة ما شاي ما بيوزة، يسمونه شاي، هذا قال والله فعلا فعلا هذا إسلام بلا إسلام. كيف يا أخي؟ العهد الذي بينه وبينهم صلاة، فمن تركها فقد كفر، فقد كفر. والناس تفرح أن فلان أسلم، طيب نفرح، والله نفرح لواحد يسلم، ليش ما نفرح؟ لكن لابد أن يكون الإسلام الذي أرسل الله به نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ليش نتكلم عن العبادة ولازم توافق ليش المشروع، ها؟ بالكم والكيف، بالكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. هذا دين عظيم، دين عظيم أرسل الله به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. الله أنزل الهدى ودين الحق وعلم وأخبر وبلغ، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد عليه الصلاة والسلام حتى ينشر هذا الدين، وأرسل الرسل إلى البحرين وإلى اليمن وإلى الملوك، ويكتب الكتب حتى يعلم الناس الصحيح الدين الصحيح. تقنع على قوم من الكتاب فيعلمون إيش الدعوة، أول ما فليكن أول ما تدعو إليه شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهموا إيش معنى شهادة محمد رسول الله. ثم إن أطاعوك علم الله كتب عليه خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن أطاعوك في ذاك فعلم الله قد إيش كتب عليهم صدقة، فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء ترد في فقرائهم. وش يأتي واحد إسلام يرفع الصبع يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما فهم شيء من الإسلام. المصيبة اليوم المسلمون مش عارفين الإسلام. مسلمون تجد حجاج إلى الولي الفلاني يطوفون به ويعبدون من دون الله ويدعونه في السراء والضراء. هذول أنفسهم اللي انتسبوا السماء يحتاجون إلى من يدعوهم إلى الإسلام. فلا بد أن نتعب على إيش؟ أن نربي أنفسنا والآخرين على الإسلام الصحيح. اليوم الدعوة الإسلام الصحيح هي أهم من دعوة الكفار. لماذا؟ لأن اندرس كثيرا من الإسلام، اندرس كثيرا. شوف من هب ودب يتكلم، والله يا بعضهم يمكن يدخل يمكن ما يعرف ولا شيء، يمكن رائحة الدخان ما زالت في فمه، بل ربما رائحة الخمر ما زالت في فمه، يقولك يلا ادعو إلى الله، يلا يلا اخرج معنا انت داعي إلى الله. وش داعي إلى الله؟ فاقد الشيء لا يعطي. لو جبنا واحد من أول يوم يدرس طب، يلا أنت صرت طبيب، ما قبل، يلا أنت مهندس سنة أولى مهندس، يلا أنت مهندس، قال لا تعال شوف هذا طبيب أول شيء يدرس سبع سنوات، ثم يلفون على كل قسم، ثم يختبر، ثم 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 ها يعالج الناس، لأن نصف طبيب يفسد الأبدان، فكيف عاد واحد؟ لكن للدين الدين لا عاد، يعني مثل ما يقول واحد يحط له في التلفون أرقام، ها فرقم في رقم من الأرقام إيش شيخ هكذا شيخ شين ويأخ من هذا الشيخ، إذا صار عندك سؤال هذا شيخ، يعني سأل أي واحد عطنا عندك شيخ حطه يبرمج عند إيش شيخ من هذا، ما دينه ما مذهبه ما علمه، أين تعلم أين تخرج من مشايخه ما منهجه، عنده عناية بالحديث عنده عناية بالعقيدة، يعرف شيئا، ما اسمه ما أدري شيخ، ما يحطون واحد صحي واحد حداد واحد نجاح حسب الحاجة، كهربائي يكتب كهربائي إذا صار عنده شيء عاطل كهربائي واحد صحي برا أسمائهم، واحد راقي حق الرقية، خياط حق الخياط، بنشر حق البنشر، واحد منهم من هذول إيش واحد شيخ من هذا الشيخ دين، هذا مسلمون دين. تعطي واحد يقول نصف فقيه يفسد الدين، نصف فقيه شلون عاد واحد مجهول من هب ودب؟ هذا لا أخوان، احنا بحاجة ماسة إلى أن نعرف الدين الصحيح. اليوم الغش في الدين أكثر من الغش في سوق الحراج، ولا لا؟ مناهج منحرفة، عقائد منحرفة، أخلاق منحرفة،
ناس تتستر بالدين، ناس تدمع التبرعات، ناس تعتدي على النساء، ناس أشكال، كل واحد حاط له فضائية، كل واحد حاط له شو يسمون هذه قناة، كل واحد وتكلم، اللي يفسر أحلام، واللي يقرأ على الناس، واللي يدجل، واللي يتنبأ. شوف كيف يتنبأ؟ كل بداية عام جديد من العام الفرنجي هذا طلعوا هذول اللي يتنبؤون ماذا سيحصل هذا العام. كيف هذا؟ كفر بالله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، وهذا حاط برنامج لقدام ايش راح يصير السنة، وفضائيات وناس تتناقل وكذا، شيء عجيب. ايش الغفلة هذه؟ ما الغفلة اللي واقع فيها المسلمون اليوم؟ اللي واحد يطلع على فضائية ويصورونه وينشر ويشاهد الملايين من المسلمين، توقعات يعني، وبعضهم يقول تسلى، لكن في نوع من التصديق ولا لا؟ ايش راح يحصل سنة ايش؟ عام 24 و2000. فيخرج رجل ولا امرأة متنبئة أو متنبئة ويحصل ويحصل ويحصل. في ناس يقول لك تسلهم صدق شوي، يعني صدق ولا ما صدق، اسمع، ما يجوز الكلام هذا، ما يعلم الغيب إلا الله عز وجل. فالمقصود يا أخوان أن الله عز وجل ما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم عبثا ولا لاعبا، وإنما أرسله ليطاع بإذن الله. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، وأن تطيعوه تهتدوا. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعته في العبادة، العبادة شيء عظيم، خلقنا الله من أجله، لا يمكن خلقنا من أجل نعبده ولا يبين لنا كيف نعبده، بل بين لنا. فربنا جل وعلا أكمل الدين كاملا، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين أكمله جل وعلا وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، نبحث عن غيره؟ أي سفه هذا؟ تبحث عن غير هذا الدين؟ ابحث عن هذا الدين الذي قال الله عنه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. موجود هذا الدين، ولن يغيب عن وجه الأرض إلا قبيل يوم القيامة، سيبقى، لأن الله عز وجل لو لم يحفظه لكان قد كلف الناس بما لا يطيقون، صح؟ ها، شرع الدين ثم لم يحفظه، طيب كيف نعبدك يا رب؟ تأمرنا نعبدك، يوم جينا نعبدك ولا الدين ليس موجودا، لا أثر له. إذن يعني يكون ربنا جل وعلا إيش أمرنا؟ بما لا نطيق. والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يمكن هذا. فكان من رحمة الله وحكمته أن يبقى هذا الدين محفوظا بكتابه وسنة نبيه، حتى من أراد أن يعبد الله عز وجل عبد الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا الله جل وعلا ما حفظ حجة الرسول وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته، إذن سيكون لنا ماذا يا أخوان؟ نحن ولا غيرنا يكون لنا ماذا؟ حجة على الله عز وجل، نقول يا رسول، يا رب، نعم خلقتنا لنعبدك، نبحث كيف نعبدك، ما عرفنا الدين وذهب، ما عرف إلا الصحابة اللي رضي الله عنهم باشر النبي عليه الصلاة والسلام. من مات الرسول صلى الله عليه وسلم قام الناس يتناقلون، وهذا الناقل ليس بمعصوم، هذا حجته ليس بمعصوم. يعني إذا حجة الرسول صلى الله عليه وسلم فقط تقوم على من؟ على الصحابة. من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة كل من نقل حديث ليس بمعصوم. إذا ليس معصوم، يعني من حقك لا تأخذ بهذا الحديث، لأن النقل ليس بمعصومين، معنى النقل للدين ليس دينهم، دين الله عز وجل، الله جل وعلا سخرهم جعلهم أوعية يحملوا هذا الدين، والله إيش هو الحافظ هذا الدين حتى يبلغ هؤلاء من بعدهم ومن بعدهم ومن بعدهم، حتى ينتشر الدين، حتى يتعبد الله عز وجل من شاء أن يعبد الله. قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لابد يكون الدين موجود حتى يؤمن به من أراد الإيمان، ويكفر من كفر، واضح؟ فلابد أن نؤمن اعتقاد صحيح يقين بأن الدين باقي، الدين باقي حتى يعبد سبحانه وتعالى. إذ خلقنا من أجل عبادته فبين لنا العبادة التي أمرنا أن نعبده بها سبحانه وتعالى. نعم.